السلام عليكم ورحمة الله. موضوع زكاة الفطر، متى وماذا ننفق وكيف ولماذا أصلا؟ الحقيقة أيها الأحبة، كل عام يحتفل المسلمون بعيد الفطر، وهو عيد عظيم جدا. الله يريد أن يفرح قلوبنا، أنعم علينا بعبادة عظيمة جدا هي الصيام، وفي آخرها عتق من النار، ولابد للإنسان أن يفرح أن الله أعتق وجهه من نار جهنم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله كلنا نكون عتقاء من نار جهنم هذا الشهر الفضيل. الحقيقة أيها الأحبة، هنا أنا أريد أن أدخل معكم إلى الحكمة من هذه الصدقة أو هذه الزكاة. كما أن الله فرحك بعيد الفطر، لابد أن تفرح هذا الفقير. هناك أناس محرومون، هناك أناس لم يتذوقوا لذة الطعام الجيد، هناك أناس لديهم احتياجات للعلاج، للدواء، لتدبير شؤون المنزل. الظروف أحيانا تكون صعبة في كثير من المجتمعات، لذلك هنا الإسلام لم يهمل هذا الفقير، لم يهمل هذا المحتاج، لم يهمل هذا المضطر، حتى ابن السبيل الذي تقطعت به السبل وهو إنسان غريب مسافر فقد ماله أو ضاق به الحال، حتى هذا لم ينسه الله من فضله. سبحان الله، انظروا إلى عظمة الإسلام. بينما الإلحاد ليس لديهم أي شيء يتعلق بهذا الأمر، الإلحاد يقوم على تدمير الفقير وإغناء الغني، زيادة ثروة الأغنياء وإفقار الفقراء، هذا هو مبدأ الإلحاد دائما. وانظروا إلى ظاهرة المليارديرات في العالم، أصحاب المليارات. فإذا هنا أخي الحبيب، أول ملمح للحكمة من زكاة الفطر أو صدقة الفطر، أنك تتذكر هذا الفقير، وأنك تفتخر بانتمائك لدين يهتم بالضعفاء. هذه الصدقة أو علميا لها فوائد، قاموا بدراسة تحدثنا عنها قبل مدة، دراسة أمريكية تقول إن الذي يعطي المال يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال. يعني حتى الإنفاق فيه فرح وسعادة وسرور لك. وهذه الدراسة تمت من خلال قياس هرمون السعادة في الدماغ، لاحظوا أن الذي يتصدق بكثرة يكون سعيدا جدا، كمية هرمون السعادة كبيرة في دماغه، يكون أسعد ممن يتلقى المال، لأن دائما الفقير يتلقى المال بشيء من الذل، بشيء من الحسرة، من الحاجة، بينما الغني ينفق أو المقتدر ينفق ويشعر أنه كان سببا في أنه أدخل الفرحة لقلب إنسان محتاج. وبالتالي من عظمة الإسلام أنه جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام. أنت لا تعتبر أو لا تكون مسلما إلا إذا أديت الزكاة، إذا لم تؤدي الزكاة خرجت من دائرة الإسلام، لأن الإسلام خمسة أركان مترابطة مع بعضها. إذا تركت الصلاة خرجت خارج دائرة الإسلام، تركت الزكاة أو الصيام أو الحج أو لم تعترف بالحج مثلا، كل هذا يخرجك خارج الإسلام. طيب، بالنسبة لهذه الزكاة، حقيقة بعض الناس يقول كم مقدارها؟ يا أخي لا تدقق مع الله، أنفق ما تستطيع. الزكاة مقدارها قليل جدا، يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لنا نحن اليوم. وبالتالي أنا لن أقول لك مقدارها كذا وكذا وكذا، الفقهاء حددوا لكل بلد مقادير معينة، ولكن أنا أقول دائما بصدق ومحبة، أنفق ما تستطيع.
وضع رصيدا لك في ميزانك يوم القيامة. لذلك لا تكن بخيلا على نفسك، لا تبخل على نفسك بالخير. أنت عندما تعطي هذا الإنسان الفقير أو المحتاج، أنت تضع رصيدا مثل رصيد البنك، مع الفارق الكبير أن رصيدك في الآخرة ينمو ويزداد، حتى أن الإنسان عندما يلقي بتمرة في فم فقير، تمرة ما قيمتها اليوم؟ شيء قليل. فإن الله، طبعا بشرط أن تكون من كسب طيب، فإن الله يتلقاها بيمينه سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين، فينميها له، يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه. إذا كان لديك حصان صغير، مهر صغير، حصان جميل تعتني به وتربيه حتى يكبر، الله يأخذ هذه الصدقة، يتقبلها وينميها، يكبرها حتى تكون مثل الجبل، تمرة. فأنفق وأكثر، لا تسأل كم الحد الأدنى والأعلى، لا تتبع هذا الأسلوب مع الله عز وجل. اتبع هذه الآية الكريمة، ضعها في دماغك وأنت تنفق: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. كل قرش تنفقه، كل درهم لك عشرة أضعاف. والله التجارة رابحة، لا أحد اليوم لا أحد يعطيك عشرة أضعاف. يعني أكبر تجارة اليوم تعطيك الضعف، مثلا تضع درهم تأخذ اثنان، بينما الله يعطيك عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فأكثر من العطاء، واعتبر أن ما تضعه هو رصيد لك، لا تعتبر أنه يذهب. عندما تطعم إنسان، تعطي إنسان، اعتبر أن هذا رصيد، أنت تضع رصيدا لك في ميزانك يوم القيامة، ستجده لحظة الموت، ستفرح به كما فرحت هذا الفقير، ستفرح لحظة الموت. طيب هذه الزكاة هل تخرجها من الطحين، من القمح، من الأرز، من اللحم، من، يا أخي أخرج ما تشاء. زكاة الفطر كل بلد لها احتياجات، هناك بلد أهلها يحتاجون للقمح مثلا، أخرج القمح. يعني دائما انظر إلى حال الفقير، لأن هدف هذه الزكاة أن تفرح قلبه، أن تفك كربته. يعني إنسان يحتاج إلى دواء، تعطيه مثلا طن من القمح، ماذا يفعل به؟ أتحدث بالمنطق العلمي، يعني يحتاج إلى مال، أعطيه مالا، يحتاج إلى طعام، أعطيه طعاما. أنت تقدر حاجة هذا الإنسان، ما الذي يدخل السرور على قلبه؟ يعني نحن نريد أيها الأحبة أن لا نقف عند النصوص حرفيا دون فهم الهدف منها. ما هو الهدف من زكاة الفطر؟ الهدف أن الله يحبني وأراد لي الخير، فأراد لي أن أعطي، أن أقدم شيئا لنفسي أنا، وقدموا لأنفسكم. فكل شيء أنا أضعه في سبيل الله إنما هو لي أنا، لمصلحة الشخصية، أنا سأجده يوم القيامة. أنت اليوم في الدنيا تسعى لأن يكون لديك رصيد من الذهب، من المال، من الدولار، من رصيد في البنك، عقار، سيارة، تسعى لشيء تقول إذا احتجت يمكن أن أبيعه أنتفع به إلى آخره. طيب يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في ذلك الوقت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هناك لا يوجد رصيد، ولا يوجد بنوك، لا يوجد دولار، لا يوجد شيء هناك.
فقط العمل الصالح، فأنت ضع هذا الرصيد في ميزانك يوم القيامة، ستفرح به كما فرحت قلب هذا الفقير. لذلك أخي الحبيب، لا أريد أن أطيل عليكم، أنفق بقدر ما تستطيع، أكثر من العطاء، والوقت ممتد حتى صلاة العيد، ولا تقل لي قبل الصلاة بساعة أو قبل يوم أو قدر حاجة الفقير. يعني إنسان يموت محتاج للعلاج قبل صلاة العيد بيومين مثلا، أتركه يموت وأنتظر حتى يأتي العيد؟ لا، أخرج هذه الزكاة في أي وقت، لدينا شهر رمضان طويل، تخرج هذه الزكاة وتفرح قلوب هؤلاء الفقراء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.